نحتج على تضمين اسم دولة إسرائيل في اختبار التاريخ والجغرافيا، الاختبار التونسي لحما ودما، تونس العروبة، تونس القصيرة، فنحن نحتج على هذا، والإنسان هو الموقف، فنحن نبلغ موقفنا إلى من يهمه الأمر وإلى من لا يهمه الأمر أننا لم نعترف بدولة إسرائيل ولا نرضى أن تضمنا بهذا اللفظ دون أن يلحق بصفة الاحتلال على الأقل في أوراق تزامنتنا. فكل الزملاء في كل الحلقات من العامل إلى رئيس المركز، نحن نتوجه بالرفض لمن أنشأ هذا الاختبار ولمن وافق عليه ألا يعود إلى هذا، لأن اسم دولة إسرائيل يجب أن يقفلنا في أذهان أطفالنا بالاحتلال، بالسوء، وأنه كيان صهيوني. لسنا ضد المعرفة، لسنا ضد التوصيف العلمي للأشياء، ولكننا مع قضايا أمتنا، ولكن البوصلة الاستغلال العربي التونسي يشير منذ سنة 47 إلى أن لا يوجد شيء فوق الكوكب اسمه دولة إسرائيل. نحن مع فلسطين وتحيا فلسطين، وشكرا لكم زملائي.